استنكر بالعملية الذي قاموا به بتخريب الزاوية الكائنة بعين العربي. الزاوية هذه التي خرجت منها رجال وخرجت منها علماء الإنسان، هذه زاوية الإنسان يقرأ فيها حتى الأولاد صغار ودنيا مدرسة علم. بصح نندد ونستنكر بالعملية هذه. سمعنا بالزاوية هذه ببلدية عين العربي، راهم كاين ناس دخلوا خربوها وداروا فيها حوايج على حسب الضريعين اللي هما كاينين محطوطين تما، ولكن الناس من يشوف كل حوايج كيما هذه راهو استنكار كبير، رانا مستنكرين منها، ولكن الله غالب ربي يهديهم، وحنا ماذا بينا ما تكونش تتعاود تتكرر هذه.